الدينومينيشن اللي عمره آلاف السنين حلت على طلاب هالموسم. مطلقة اللعنة متخبية بتياب ملكي، اسمها بينشر الرعب وصوتها بزلزل الأكاديمية. عمالكن علي؟ عمالكن يا عمي رح ترموني؟ عمالكن مين دفسكن علي؟ ولا كروقوا؟ ولا عمالكن يا شباب؟ لك عمالكن؟ يا ويلي، لا 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 لا، شو بدكن تخلصوا مني؟ ما حدا بيخلص من ذرة. فكرين تعملوا انقلاب وبتشيلوا الملكة عن عرشة؟ غلطانين، الملكة وصلت. أنا مش حيالله ملكة، أنا الكل بخاف مني. درة ما بتتخلى عن سلاحها، كلامها القاسي للطلاب. كيفكن يا حلوين؟ اشتقتولا لدردر؟ لا كذابين، شو سكينة وسهيلة عم تغنوا؟ يا حبيبي تعال الحقني شوف اللي جرالي. مين بده يلحقكن؟ أنا بفرجيكن وما حدا رح يلحقكن بشرفكن. مش لبقتلي العربية أكتر منكن؟ علي ليه ساكت؟ تقبل عزيمة درة؟ علي يا ابني يا عمي حبك يجري بدمي يا علي. حرق الأعصاب لعبة درة المفضلة، وهالمرة كانت فرحانة بخوف الطلاب. رح فرجيكن الليلة، الليلة الشاطر يتوقع. تلاتي نومينيه ما حدا بيتوقعن. قبل ما تعلن الأسماء، درة شاركت الطلاب بشعارها الجديد. اللي بيشتغل منيح من درة بيستريح. خدوا نفس عميق، شهيق زفير، شهيق زفير. مثل ما علمتكن، واحد اثنين ثلاثة، درة يا حياتي. ثلاثة اثنين واحد، اسم سكينة أول واحد. عرفت أصلاً؟ ايه ضحكت، أكيد رح أضحك، لأنه أنا شخصيتي ما بحب بين إنه بزعل، بحب بين كتير قوية. بس إن شاء الله رح ضلني بستار أكاديمي، وهي سحابة ورح تزيح إن شاء الله، وما رح وحلمي ما رح يوقف هون، رح يكفي إن شاء الله. تاني اسم رح قوله مع باله ولا على باله إيه اللي جراله. تاني نوميني فاتن. أنا ثاني مرة نوميني، ما أدري الدرة شنو تبي مني، كرهتني في اسمي، ولكن فاتن قدها وقدود. ثالث اسم معنا الليلة حنان. كان كرهك درة، ولكن غادي نوري لها انه انا اقوى من هاد الشيء بزاف، وغادي نثبت للعالم كله انه انا حدا كيستاهل. درة وعدت بعودة قريبة لتنشر الرعب من جديد، وتختار ثلاثة من الطلاب لمملكة الخطر. يا طلاب قولوا الحق، درة الأحلى ولا لا؟ يا طلاب قولوا الحق، درة الأقوى ولا لا؟